سعادة الحاج الفاضل خلف سليم محمد الزعبي أبو ليث، بالبداية مساء الخير يا سيدي. مساء النور، حياك الله سيدي. يعني حديثنا سيكون حديث الذكريات عن رجل عصامي، رجل قدم الكثير، رجل تعب على نفسه حتى وصل إلى ما وصل إليه، ابن بلد أصيل كما أشرنا. سعادة الشيخ، وأنا مصر على كلمة الشيخ لأنك شيخ بأخلاقك بكرمك بطيبك باستقبالك لنا. سيدي أبو ليث، بالبداية حابين نعرف السادة المشاهدين وأنت أشهر مع أن تعرف عن نطاق البلقة يعني وعن نطاق العاصمة عمان والأردن، كوجه عشائري كابن بلد أصيل الشيخ خلف سليم محمد الزعبي أبو ليث، نتحدث عن السيرة الذاتية بالبداية، نتحدث عن مكان الولادة، الدراسة في هنغاريا، فترة الخدمة بالخدمات الطبية الملكية، العائلة الصغيرة، أيضا خلف كل رجل عظيم امرأة، بالتأكيد أختنا أم ليث لها دور كبير. نعم. والفضل بعد الله في وصولك إلى ما وصولك إليه الآن، وأنت الآن يعني في 71 من العمر ما شاء الله، يعني الله يعطيك الصحة بداية. نتحدث عن هذه المسيرة بداية والوقت كله معك. سيدي أهلا وسهلا فيكم، شرفنا في هالزيارة الطيبة وقناتكم الرائعة. بداية بحب أحكي شغلة منذ الولادة لغاية اللحظة وفيما بعد، لولا نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، ونعتز ونفتخر من قلوب مخلصة بالعائلة الهاشمية، فهي المظلة اللي تحتها نحن نسير ونتقدم إلى الأمام. ولولا هذه المظلة ولولا هذا الأمن والاطمئنان والله ما وصلت هنغاريا. الله عليك. أنا حصلت عبثا لهنغاريا، وحصلت على درجة الشرف في هنغاريا بين الطلاب العرب في سنة ما شاء الله، شايف، واشتغلت في المدينة الطبية. أنا تخصصي علاج السرطان في الأشعة، وبعدها صار معي شوية تأثرت سلبيا من الأشعة، اشتغلت في القطاع الخاص. كنا نعتز في هنغاريا، حاب أحكي عن جلالة الملك حسين. نعم مقطع. الوقت معك سيدي. مرت فترة على الأردن، كان في مضايقات وما مضايقات بالسبيلات، فالتلفزيون الهنغاري، التلفزيون الهنغاري عمل مقابلة مع بعض الإخوان العرب. نعم. المقدم اللي في التلفزيون حكى هيك: أحب أن أعرف وأشرح المواطنين الهنغاريين عن الملك حسين. حكى بالهنغاري هيش أعرف، يعني صاحب الوجه البشوش، وحكى عنه محظوظ، وحكى عن كل إيجابياته. هاي نوع من العدالة، وهذه مش عن خاطر التلفزيون الهنغاري، حقيقة تقال، تعرف كيف؟ حقيقة تقال يعني. فكنا احنا نعتز ونفتخر، وما زلنا نعتز ونفتخر بعائلتنا الهاشمية. بالنسبة إلي أنا، توفى والدي بالثالث ابتدائي الله يرحمه، أقسم بآيات الله بالساس الدائي ما لقيت حدا يعطيني حق المصاص. أقسم بالله، أقسم بالله بقولها أنا رافع الناس لسبب بسيط. يجب أنه الإنسان يتحدث عن نعم الله اللي وصلها بماضيه، ما بقولش أنه أنا كذا وكذا. إحنا ما كنا هيك. الأرض هذه يوم عمرنا المجمع هذه كانت كلها شوك، ما في لا مكبول ولا إشي. أول مجمع تعمر قناة، أول مجمع. وكرر الشكر والامتنان لزوجتي أم ليث. أنا الله يديم المحبة يا سيدي. الله أمين يا رب العالمين. طبعا. أمين. يعني أنا مداخل هون، يعني التزامك، اجتهادك، نجاحك بالتأكيد في فضل، حكينا كل خلف كل رجل عظيم امرأة بالتأكيد. نعم. الآن في دور كبير كان لأم ليث. نعم. الآن بعد عودتك نحن حابين نتحدث من هنغاريا. لا أخذت معي. نعم. أنا أخذت زوجتي معي، أنا خطبت، ظل عندي دورة تدريب 6 شهور على جهاز أشعة قامة. أجيت خطبتها ومنصلت رأسا عبو دبست وقعدت معي 6 شهور ورجعنا. هذا سنة إيش كان؟ هذا بال 73 73. نعم. وبعدها اشتغلت في المدينة الطبية وزي ما حكيت لحضرتك. فترة الخدمة بالخدمات الطبية الملكية أنا ما طولتش في الخدمات الطبية بسبب موضوع الأشعة الصحية. أعطيك الصحة. اشتغلت أنا في اشتغلت في هنغاريا ورحت أمريكا، حصلت على السوشيال سكيورتي مشان أشتغل في أمريكا برضو، والأمور مشت على الحكي، بس إنه سبحان الله تعالى صار عندي حب الاجتهاد وحب العمل الحر، العمل الخاص شدك أكثر من العمل.
فالأرض هذه لزوجتي أصلا. نعم. الأرض لزوجتي كانت هذه الأرض، وأنا اللي قمت في المشروع، فكرت المشروع. فكرت المشروع. هي فكرة ذكية إنه هذا حكي بالسبعينات. السبعينات. إنه لا عفوا العمارة بالتسعينات. بالتسعينات يعني إنه خطوة ذكية كأول مجمع بهذه المنطقة برضو. الشارع هذا أول. جميل. الآن بدأنا بالعمل الخاص. نعم. أنا راح أتطرق لموضوع ثاني الآن يعني. نعم. بالتسلسل ماشي. نعم. معك إن شاء الله. بعد ما جهز المبنى الآن شو فكرت خلاف الأجارات يعني الآن فكرت بمشروع آخر؟ نعم خاص؟ نعم فكرت بكذا مشروع بس ما صار نصيب. فكرت أني أستثمر أجيب من الصين بضاعة بالجملة وأبيعهم، بعدين فكرت أني أفتح في منطقة السورو مشروع سياحي زي كوفيات شغلات. حلو. يعني الأفكار شغالة. نعم. شايف كيف؟ بس اللي صار انه صبيت اجتهادي على اولادي اكثر. جميل. يعني عندي ليث ما شاء الله دكتور بدرس بالقصيم بالسعوديه ما شاء الله، عندي غيث مخلص جرافيك ديزاين، عندي لبنى مخلص اداره مستشفيات، عندي سجا مخلص اداره تسويق. مين ظل عندي؟ قيس. تقريبا مين متجوز منهم؟ طمنت. ليث وغيث وسجا ومحمد بيناس معك الآن مش بالبيع. يعني مش متجوز. هذا اللي هو آخر عنقود. الله يخليك. لا آخر عنقود يتجوز. يا سيدي الله يخلي لك إياهم إن شاء الله. بعدين بحب أحكي شغلة، إحنا كشعب أردني ما عندناش تمييز، بمعنى بالتأكيد. أنا عندي كناين، واحدة فلسطينية أنا بقولها من يافا مش من الضفة الغربية. نعم. وعندي ثنتين سوريات، واحدة سورية واحدة نص أردنية نص سورية زعبية. فإحنا المقصود بكلامي إحنا ما بنميز طبعا طبعا ولا بنفرق إخوان. إحنا هون في الأردن بنعتبر حالنا عرب، وبنعتبر حالنا إحنا وطننا هو وطن للعرب. صحيح. ولولا الأمن والسلام، أنا بروح على المفرق كثير إذا بتحب أفرجيك شغلات. رح نستعرض الصور إن شاء الله بعد اللقاء. بروح على المفرق، بروح على كل أكثر المحافظات، بتعامل من العقبة هذا للمفرق باللي الله بيجود فيه علينا. مش عارف كيف. فإذا بدك تحكي يعني بخصوص إنه كيف أنا اشتغلت وكيف أنا اعتملت، أنا كنت أترك بيتي ومرتي وولادي وأجي أشغل هون أمصلي وروح أنا مطمئن، أمشي وأنا مطمئن. لولا نعمة الأمن ونعمة الأمن ما عملت هذا الشيء. فأنا اللي بدي أحكيه الله يديم نعمة الأمن. آمين يا رب علينا الجميع، ويخلينا العائلة الهاشمية وجلالة الملك. آمين. طال الله في عمره. آمين. ذخرا وسندا يا الله. آمين. وربنا سبحانه وتعالى يرحم شعوب الوطن العربي باللي بيصير فيهم حاليا من نساء من رجال، والله العظيم قسم بالله يدمى له القلب. صح. يعني عم شوف انت قاعد قطعان من الرجال ومن النساء من بنقولهم من المنطقه. احنا هاي نعمه من الله، هذه النعمه لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى. اقسم بالله العظيم قاعدين الواحد اذا بيمشي معه مصاري بحط حارس عليه مشان يحمي مصاري. انت قاعد تمشي معك مصاري ولا ما حد بيسالك وين رايح وين جاي؟ صحيح. فالحمد لله رب العالمين، نشكر الله. الحمد لله. نتحول يعني سعاده الشيخ خلف سليم الزابي لموضوع اخر الان، بعد هذه النجاحات، بعد موضوع الخدمات الطبية، بعد موضوع هنغاريا والمجمع، الآن بالتأكيد أنت كوجه عشائري وكبن بلد أصيل كما أشرنا، بإجماع من أبناء العشيرة كان في نية للترشيح للنيابة بالبداية. أول مرشح للزعبية. زعبي بعلان عرض عليه. سنة إيش كان هذا؟ حاب أحكي عن هالتجربة. هذه سنة التعديل اللي بالثمانينات. دستور. نعم. يوم عدلوا التعديل عليه، والله أنا ناسي السنة بس بالثمانينات. نعم. فأنا يعني أحكي عن نفسي، ما كنتش وقتها أنا مجهز نفسي لهي المهنة. نعم. أو هاي الواجب. ما في رغبة. فنزل أخوي الله يرحمه نيابة عني، الله يرحمه، ومشت الأمور. يعني أول من زرع لعائلة الزعبية النبتة حمدان الزعبي أبو إبراهيم الله يرحمه، أخوي. إيش. والله. مع العلم أمي، وجمع الكل على كلمة واحدة. الله. الزعبية مش قلال بالسلط. طبعاً معروف. في يوم العمد في علام في البيرة في في في. فأول ما جمعهم وحكى قال أنا ما بدي أنجح، أنا بدي أعلق الجرس. اللي الله الله. وفعلا الله. صار بعدها اجى طول عمره غالب باشا ابو غيث، وبعدين ياسين باشا، وبعدين الحمد لله رب العالمين. احنا انا هون ما بقصد يعني عفوا يعني بديش حدا يفهمني غلط، انا ما بقصد انه زعبي وما زعبي، احنا كنا ابناء هالولد. نعم. وكنا مخلصين، بس الواحد بيذكر الشيء بيذكر طبعا. انا بذكر هذا الفضل اللي علي اللي اخوي
وأهل بيتي اللي عملوا لي إياه وساعدوني فيه، وأنا الحمد لله سنت الأمانة وحفظت على أهل بيتي وعلى أولادي ودرستهم وتعبت والحمد لله رب العالمين. نعم، نتحدث سيدي أبو الليث عن يعني هالموهبة اللي الله يعني أعطاك إياها، الشعر والارتجال، يعني هذه الكلمات والمصطلحات الموزونة الجميلة التي تصلح يعني لأن يؤديها متعب الصقار أو عمر عبد الله، يعني كلمات أنا بعرضها اليوم كلمات بسيطة نتأمل يعني من أصدقائنا الفنانين اللي بيسمعونا أو نسمع جزء من هالحكي الجميل. تسلم يا سيدي، حياك الله. بداية أنا عندي حب الكتاب وبطمع بالتغني بالأردن. طب بطمع. يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أخرس اليوم نساوي مليون متكلم بهذا الزمان الأغبر. لقد خطر على بالي العبارات التالية: ألف سلام وتحية لنشام الأردن، لأن الرجال شجعان وأهل فكر ونخوة، ريحتهم مسك وعنبر وياسمين وعيونهم براقة يوم قتلنا سوية كل المتسولين والمتطفلين. الله ينصر الأردن ومليك الأردن، وتعيش نعمة الأمن اللي تم رفضها بفرسان من جيش وأمن ورجال أمن الأردن. يا وطن أعتذر لك، والاعتذار ما هو عيب ولا نقيصة. يا وطن ترى أنا أردني، رجالي ما هم من الظلم الرخيصة. ودي يا وطن لو أسيجك برموش العين، وانت يا سيدي الود ودي يا أبو حسين لو أحرسك لتنام قرير العين. الود ودي أفدي بروح الاثنين، الود ودي لو انكم يا هلي كلكم على وجه القمر انظر لكم واتشف من ثغركم فنجان قهوه بالهيل. يوم صافحتكم وشرحت لكم ظلم المخاليق وارتعشت اليدين، ارتبطت بكم يوم عرفت ضعفي وضعفي وحبي لكم، جهتكم بالله لا تغدروا بي يوم ابعدت عنكم بهذاك الزمان حرميت الليل. عجبي عليكم يا هلي نسيتم شو حولكم شو بعدكم تراها العين. يا وطن اللي ما يتقبل النصيحة تراه مغرور ومتقلب المزاج، النصيحة ما يعيب ولا خسران، النصيحة موجودة بكل الأديان. ترى الجاه ما هو بالكبرياء ولا بالدعاية الفاضية، ترى القش كسر الظهر البعير عند الترحال. دير بالك يا النشمي ترى الدنيا غدارة والعمر محسوب بالثواني، ما يفيدك الندم. ما سمعت عن البعوضة التي دمت عيون الضرغام؟ يا شين الدنيا ما هي بالها، تريث وفكر زين وتواضع يا شين، ولا تغير شكلك والهندام. همي همك أنا وأنت بالأردن عز الأوطان، والله لو بيدي لتوجتكم شيوخ فوق رؤوس كل العربان. ترى الدنيا ما دامت من قبلكم لفرعون وهامان، ولكن قلوبكم وعقولكم كبيرة وتتسع لكل الأوان. ما أنتم تجار تبيعوا وتشتروا عواطف الإنسان، أنتم أردنية أهل النخوة والتسامح والشهامة لكم عنوان. ما صار كريم اليوم يا وطن خسيس ولا رخيص، والكل يضح من بيره وبير الأردن دائما ما زلال. الكلام المحسول كله سموم وهموم، وهذه مهنة الأنذال، والنعمة من رجال الأمن ومن رب الرحمن. غابت الشمس والليل وحوش كثيرة، وأنا خايف أروح لبيتي تطردني أم العيال. سألتها عن فعلتها قالت ترى ما تدخل البيت ولا أنت رجال، الرجال اللي ما يبيع اسم الأردن، ارجع ودور لك على عشيرة لمشيتك تاريها الزمان. صرخت بوجهها وقلت لها يا غشيمة، إن الأردنيين دائما يد واحدة مرفعين الراس، وقهوتنا عز الكرم بكل ترياق، وقهوة الزينين اللي ما تندس. الله الله، صح لسانك. سعادة الشيخ خلف سليم محمد الزعبي، يعني تحدثنا في هذا اللقاء الخاص حديث الذكريات، حديث النجاح، حديث التميز، وأنت ابن بلد أصيل كما أشرنا بعد قليل، قبل قليل عفوا. سعادة أبو ليث، يعني الأردن بلد الأمن والأمان، بلد الهاشميين. الوضع حوالينا ملتهب، الله يحمي جميع الدول العربية. رسالتك إلى الشعب الأردني في ظل هذه الظروف، وبدي مباشرة بعديها تعطينا وصف لإحساسك لو التقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني وجها لوجه. نصيحتي للشعب الأردني، أول شيء بدي أنصح نفسي، لأن هذا أنا اللي قدمته، هذا يعتبر واحد من المليار على نعمة الأردن علي. صحيح، أنا ما عملت شيء لأردن. بنصح الشعب الأردني كالتالي: نسكر أذاننا خارج حدودنا عن القيل والقال. صحيح، ما لنا علاقة. اثنين، ننظر للأمور اللي للأسف تصيب كل فتاة أو كل شاب أو كل مواطن أو كل شيخ عربي، ينظر إلهم ويتعاطف معهم بطريقة واحدة.
نحافظ على أمن بلدنا ونلمهم كلهم ونحطهم. الله الله. لأنه هذه بلد، بلد العرب مش بلد للأردنيين من مختلف المناطق. إحنا بنضم قاعد أن من شعوب الوطن العربي المحيطة فينا. هذه بحد ذاتها مؤشر. لولا الأمن ما أجوا لعنا. صحيح. لولا الإطمان ما أجوا عنا. نعم. لولا كرامة الأردنيين وملك الأردن وسعة صدر الأردن جلالة الملك ما أجوا لعنا. فالحمد لله رب العالمين. بنصح إخواني أخواتي كبار صغار في بلدي العزيز الأردن، تمسكوا بنعمة الأمن. تمسكوا بنعمة الأمن. تمسكوا بنعمة الأمن. هذه ما إلها ثمن. لا تنباع ولا تنشر. صحيح. المريض بروح بفلوسه بيشتري دواء، براجع طبيب، براجع دكتور. الأمن من عندك تشتري. بكفي إنه بنتك تركب سيارتك تطلع الساعة 10-11 بتروح وانت قلبك مطمئن. بكفي إنه أنت كمان يا مواطن، أيا كان المواطن، بروح بيشتري وبي وظيفته وبرجع على بلده آمن وبعرف إنه عياله حامين مطمئنين. هذه النعمة كنتك تشتريها. نعم. بأي ثمن وين بدك تلقاها بالزمن. صحيح. اللي أنا بديت قلت في الزمن الأخضر. صحيح. صحيح. فلذلك التمسك، ثم التمسك بالأردن ونعمة الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله أبو حسين سلف على الأمانة. فبالتالي إحنا يجب المحافظة، ويجب إنه كمان نعطي، مش بس نأخذ، نعطي. يعني يجب أن كل الميسورين في هالبلد وكل المقتدرين في هالبلد عليهم واجب نحو أخوانهم سواء الأردنيين أو السوريين أو العراقيين، وخاصة كمان أنا الأردنيين. يعني في 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 يعني متطلبات، في برضو تقصير، مع احترامي لكل الأثرياء الله يزيد نعمتهم إن شاء الله. هذا التلمس أنت علمت، أنت الله معطيكم ومتفضل عليك. نعم. ما العلم أنا بدي أحب أحكي كلمة على على الكاميرا ما بعرفك. أقسم بالله أنا بعيد بكر، أقسم بالله، أقسم بالله بالساس بالجاه وخمسة ما لقيت حد يعطيني قلم رصاص. قلم رصاص الله. هذه أنا بذكرها للناس كلها، إنه الإنسان بالصبر وعدم القنوط من رحمة الله واجتهادك ونجاحك، وعدم قنوطك من رحمة الله وباجتهادك ومثابتك وأمانتك وحبك لوطنك، حبك لوطنك. يعني أنا لأنه حبي لوطني أنا ما بيني مشروع بهذا الشكل، وهو لا شيء بالنسبة للمشروع الثاني. نعم. ولا بظل أنا أفكر وسيبني الهلواس إنه شو بدي أحكي عن بلدي وما أحكي عن بلدي وكذا. نعم. فلذلك يجب التمسك، ويجب كمان بعيد وبترك على أثرياء البلد إنه يقوموا في واجبهم نحو الشعب أو نحو العائلات الفقيرة، وتلمسوهم وزوروهم. والله فيها جبر خاطر، وفيها والله العظيم إنه ربنا سبحانه وتعالى بيزيد النعم. من يشكر الله فالله سبحانه وتعالى بيزيد نعمته. الحمد لله احنا الان بنعمه الامن والامان بقياده سيدي ومولاي جلاله الملك عبد الله الثاني ابا الحسين الله يطول في عمره ودين النعمه امين ودين على صحته وعافيته، ويظل مظله ويظل قائدنا وسيدنا فوق روسنا نحو التقدم والازدهار. ونقول والله بالف نعمه، اقسم بالله العظيم. يعني انا انا زرت دول عربيه وزرت دول كذا، بالنسبة لوضعنا المالي والمادي احنا والله بألف نعمة، بألف نعمة، بناكل بنشرب وهي لنا بيشتغلوا. انا الحمد لله عندي ابني ليس استاذ بجامعة القصيم دكتور، عندي غيث جرافيك ديزاين، عندي لبنى دارت مستشفيات، عندي يعني سيدة تسوق. فالحمد لله يعني بدرسوا انه ما شاء الله انا بالوقت اللي اولادي الان دكاترة، هذا انا مكتوب قلم رصاص. هذا الفارق الكبير الحمد لله، من عدم قلم رصاص لدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هذا لولا انه انا مرتاح مطمئن ونعمة الامن والسلام ما درست اولادي ولا اني حافظت عليهم ولا قدرت احافظ عليهم، بسبب انه في خوف. الله يبعد عنا الخوف ويبعد عنا ان شاء أمين. الله أمين. العيون الشريره ويبعد عنا الحاسدين ومنها كيدهم. يا الله بتظل هالبلد بالف نعم بالف نعم وخير. كلمه اخيره، لو التقيت بجلاله الملك عبد الله الله يديمه يا رب وجه لوجه باختصار شو بتحكي له سيدي؟ سلمت يداك يا سيدي، سلمت يداك يا سيدي، سلمت يداك يا سيدي، سلمت يداك يا سيدي، سلمت يداك يا سيدي. بهذه الكلمات الطيبة، بهذه الكلمات اللي مصدرها قلب مواطن أصيل، ابن بلد أصيل، سعادة الشيخ خلف سليم محمد الزعبي أبو الليث، شكرا جزيلا يا سيدي.